يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن اليمين الغموس، ما هي وما حكمها جزاكم الله خيرا؟ اليمين الغموس هي التي يحلفها الإنسان على أمر ماض كاذبا متعمدا، فحلف على شيء ماض كاذبا متعمدا فهذه هي اليمين الغموس. كان قال والله ما جاء فلان وهو يعلم أنه قد جاء، والله إن هذا الشيء ليس عندي وهو عنده أو ما أشبه ذلك، هذه هي أو أن هذه السلعة اشتراها بكذا وهو كاذب، أو أنها سيمت منه كذا، أو أن هذه السلعة سليمة من العيب الفلاني وهو كاذب في ذلك، كل هذا من الأيمان من اليمين الغموس التي جاء الوعيد عليها، ولكن عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.